محمد، مجال علمي آخر وتقنية علمية ثانية راح تكلمون عنها ضيوفنا اللي راح نقدمهم. والحين نرحب بالشيخة نبيلة سلمان محمود الصباح، رئيس مبادرة ابتكار، وخديجة، الأستاذة خديجة الرفاعي، الفائزة بالجائزة الذهبية لاختراعها المتعلق بتطوير تقنية جديدة لتطوير التغييرات الديناميكية في الحمض النووي الدي ان اي في خلية حية. نرحب فيكم، يا هلا ومرحبا فيكم. حياكم الله. أهلا فيكم، مشكورين على الاستضافة. أهلا فيك شيخة نبيلة. عندكم شبكة ميون، ممكن تكلمينا عن شبكة ميون وأهدافها؟ أمي الشيخة فادية هي أسست مبادرة السعد للمعرفة والبحث العلمي في 2009، وإحدى مبادراتها هي مبادرة ابتكار اللي أنا مترأستها. وبهذه المبادرة فيها مسابقة شيخة فادية العلمية، وهي علمية للفتيات، هي مسابقة علمية للفتيات. والمسابقة هذه بدأت على مستوى الكويت، ومن ثم طلعت على الخليج، ومن بعدها على الوطن العربي. والحين الحمد لله مع شراكتنا مع شبكة العالمية للاختراع أسسنا ميون اللي هي شبكة المخترعات والمبتكرات في الشرق الأوسط. ومن ضمن هذه المسابقة نفسها يصير في توزيع جائزة ابتكار. نعم، ما شاء الله. أستاذة خديجة حياك الله. الله يحييك وشكرا لك. كلميني عن الاختراع هذا والفوز الجميل، مبارك لك طبعا، بس شنو الاختراع التقنية الجديدة هذه؟ الله يبارك فيك. في السابق يعني احنا اوكي اليوم واصلين 2021، بس الحين في قصور بالتقنيات التشخيصية وبعض الأدوية. فقبل مثلا كنا إذا بنعالج شخص في سرطان نعطي أدوية شوية نقول عنها قاسية مثل الكيماوي، لكن الحمد لله يعني بفضل من الله التقنية هذه راح تساعدنا ان احنا نشوف التغييرات الديناميكية اللي تصير في الخلية الحية، ونستهدف الخلل في مكانه بدون ما نسبب مشاكل على البيئة المحيطة. ما شاء الله. زين، هذا الاختراع الحين انت ما شاء الله فزتي، واحنا نعتز في هذا الاختراع ان تكون اختنا كويتية، لكن على الأرض الواقع وينه؟ هل موجود؟ راح يتطبق؟ راح نشوفه؟ نعم، هو طبعا بالليل الحين لا زال في مرحلة الأبحاث. نعم. طبعا مثل ما الحين يعني الحمد لله خلال كورونا في وايد ناس تقفت وقامت تفهم في مجال الأدوية، طريقة الكلينيكال ترايلز ايش كثر تاخذ لها وقت وكذي. فبخصوص الاختراع اللي طورته حاليا هو لا زال في المراحل الابتدائية. نعم. فحاليا هو متواجد في استراليا في مدينة ملبورن وسيدني وكذلك بريسبن، وكذلك موجود في الصين وأمريكا. باحثين مختلفين قاعدين يحاولون يطورون منه. ما شاء الله. نعم، تصوير التغييرات الديناميكية في الدي ان اي في الخلية الحية نفس ما تفضلتي ربما يساعد في مجال الأمراض المزمنة أو الشفاء من أمراض مثل الكانسر وغيرها. هل هناك استخدامات ثانية أو فوائد أخرى ممكن لهذه الدراسة أو هذا البحث؟ نعم، هو التقنية هذه تقدر تساعدنا بشقين. الشق الأول هو نقدر نقول جانب تشخيصي. نعم. إن احنا نشخص صح، نشخص بدقة عالية ونفهم آلية عمل الأمراض على المستوى الخلوي. والشق الثاني هو العلاج، إن أنا أقدر أوصل دواء مثلا في هذا البروتين على أساس يستهدف المشكلة في مكانها. طبعا مو بس بالسرطان، حاليا في جامعة في كولومبيا قاعدين يستخدمون التقنية هذه لعلاج مثلا العمى، مو كل أنواع العمى، العمى اللي هو وراثي. نعم. وقاعدين نشوف يعني نتائج جميلة. وعسى البوادر بس مبشرة إن شاء الله. من أي ناحية؟ من ناحية الأمراض اللي قاعد تعملون عليها بحث. طبعا احنا يعني اليوم قاعدين نشوف لما مثلا الواحد يمرض يروح المستوصف في أدوية عامة مثل ما نقول، الكل نعطيه بنادول علشان يسكن الألم، الكل نعطيه بروفين علشان يسكن الألم. في المستقبل وأظن القريب وليس البعيد الطب راح يكون طب دقيق أكثر، بمعنى أن كل مريض راح يكون له علاج مختص فيه فقط بناء على جيناته. ممتاز. شيخة نبيلة، بالنسبة للمسابقة أو شبكة ميون شفنا مثال حي أستاذ خديجة رفاعي واختراعها، متى يكون التسجيل لهذه المسابقة ومتى انطلقت من الأساس؟ انطلقت هي بالأساس احنا وقعنا مذكرة التفاهم ب 2019 مع الشبكة العالمية للاختراع. على أساسها كان المفروض الموسم الأول يبتدي بشهر 3
وكان المفروض يعني يكون في المعرض وهم التحكيم والحفل الختامي، ولكن مع جائحة كورونا يعني تأجل كل شيء، وقعدنا نفكر يعني شنو اللي راح نقدر نسويه، يعني لازم نكمل، ما يصير ننطر، ولي متى راح ننطر. فشفنا ان احسن طريقة ان نروح completely virtual اللي هو افتراضي، وكنا لازم نكنسل المعرض، ومشينا بالتحكيم وبالحفل الختامي اللي وزعنا فيه الجوائز. فحركنا كل شيء لشهر 10. اول شهر 10 كان التحكيم، ومن عقبها الحفل النهائي اللي كرفنا فيه الفائزات. نعم. جائزه ابتكار. نعم. شلون شفتي التفاعل المتسابقين؟ كم عددهم اللي شاركوا في هذه المسابقه؟ هو اول شيء شاركوا معنا الكثير، ولكن يعني لازم يصير في مثل احنا نسميه الفانلينج بروسس. نعم. ان نشوف الاختراعات، نشوف اللي مشتركين معنا هل يناسبون المجال اللي احنا اللي فيه المشاركه، ومن عقبها كملوا معنا 19 وحده بالفاينلز اللي دخلوا معنا بالتحكيم. اوكي. استاذه خديجه، غير انك فزتي انك رفعتي اسم الكويت، وانك مفخره لاهلك وللكويت بهذا الابتكار او هذه التقنيه الجديده، شنو الجائزه اللي فزتي فيها؟ الجائزه الاولى اللي فزت فيها هي الجائزه الذهبيه اللي في مسابقه ميون، بعدين بفضل الله الحمد لله تاهلت لجائزه جلوبال وين اللي هي على المستوى العالمي، وكذلك فزت في الجائزه البلاتينيه. ما شاء الله، حضرتك اخذت الجائزه الذهبيه، والحين معانا اتصال من الاردن مع الدكتوره نهى ابو يوسف اللي حصلت على الجائزه الفضيه لاختراعها جهاز طبي يساعد المرضى اللي يعانون من شلل العصب السابع على تنشيط عضلات العين. يا هلا ومرحبا فيك. مساء الخير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتورة، ودنا تكلمينا عن تجربتكم في هذه المسابقة إذا تكرمتي. أولا أنا بشكركم على استضافتي اليوم على شاشة الكويت، هذا فخر لإلي. كنت حابة أن أكون شخصيا مع حضراتكم، بس الكورونا يعني خلت الأمور فيرتشوال أكثر، لكن إن شاء الله في المستقبل القريب بلقي تحية لكم وأنا موجودة قدامكم إن شاء الله. وهلا بقول تحية طيبة لسمو الشيخة نبيلة وسمو الشيخة فادية، حفظكم الله. شكرا جزيلا لكم أنكم أتحتوا لي الفرصة أني أشترك بالمسابقة، وحصلت على المركز الثاني في جائزة الابتكار، وكملت تأهلت لجلوبال وين. الاختراع هو كان أو هو وما زال الاختراع هو بيساعد المرضى اللي عندهم شلل العصب السابع على الرمش، لأنه المرضى اللي عندهم شلل العصب السابع في جهة واحدة ونادرا يكون في جهتين بيكونوا غير قادرين على استخدام العضلات في جهة واحدة. اما انا بالنسبه لاني انا اخصائيه عيون، فاهتميت اكثر شيء للعين، لانه اذا سبحان الله احنا بنرمش يعني في الدقيقه بين 15 و20 رمش في الدقيقه للحفاظ على قرنيه العين اللي هي المسؤوله عن النظر يعني بشكل خاص. فاحنا اذا ما بنرمش رح نفقد النظر بسبب التهابات في قرنيه العين او مشاكل اللي هي بتصير بغضون يعني حتى دقائق، فبتسرع عمليه انه الواحد لا سمح الله يعني يؤدي الى عمى. فالجهاز وفكره الجهاز هي انه رمش العين الغير سليمه نفس وقت العين السليمه مع ابلكيشن تطبيق خاص على الموبايل، وكل مريض له الالجوريثم والامور الخاصه فيه مسجله على الابلكيشن. لكن كفكره انا بلشتها بهذا المرض، لكن التطبيق والجهاز سوف يستخدم لأمراض عضلية كثيرة ولأمراض عصبية، لأنه هو نون انفيزيف يعني غير المريض لا يحتاج إلى عمليات جراحية لاستخدامه. نعم دكتورة نهى بيوسف، شكرا لك، ما قصرتي، ومبروك لفوزك بالجائزة، وإن شاء الله الله يوفقك في الاكتشافات الجديدة. شكرا لك، الله يسعدكم يا رب. نرجع مرة ثانية حق الشيخة نبيلة سلمان الحمود، ما هي آلية اختيار المحكمين لهذه المسابقة؟ يتم اختيار المحكمين من مجالات عديدة، يعني مثل مجال الهندسة والعلوم
وهم ريادة الأعمال وهم دكاترة من الجامعة. والسبب أنه يعني المسابقة نفسها فيها مجالات عديدة للمشاركة. فلازم يكونون معنا محكمين من مجالات شتى عشان يقدرون يتحكمون صح يعني بالنهاية. زين الاختراعات اللي في السنوات اللي طافت تذكرين منها منو الفائزين؟ والله يعني احنا الحين هذا الموسم الثاني احنا قاعدين فيه، ولكن بالموسم الاول كانت معنا طبعا خديجة فازت بالذهبية، وعندنا الدكتورة نهى ابو يوسف اللي فازت بالفضية، وعندنا معنا كانت المهندسة فرحة الكندي فازت بالمرحلة الثانية اللي هي البرونزية. بس ليلى كنا كل المتسابقين متسابقات يعني كلهم نساء ما شاء الله، ولذلك راح اتوجه بالسؤال للاستاذة خديجة، شنو اهمية الفوز بهذه الجائزة في تنمية التعليم وتمكين المرأة بالنسبة لك؟ طبعا وايد ناس يحطون ببالهم أن يعني بالنهاية هذه مسابقة ويعني يسوي فور فن وكذي، لا الموضوع أعمق من كذي بوايد، خصوصا لما يكون الموضوع يعني في تمكين للمرأة. احنا شايفين يعني مو بس بالكويت، شيء موجود بكل دول العالم، المرأة شوي مشاركاتها دائما أقل من الرجل، لأنه ما يعني ما في تمكين بسبب حقوق المرأة والأمور اللي صارت بدول العالم كلها مو بس بالكويت. فمثل وجود مثل هذه المبادرات ومثل هذه المسابقات يشجع المرأة إنه يعني شوي تاخذ حقها في المجالات هذه وتطور وترفع اسم ديرتها. واليوم يعني إذا تسمحوا لي أحب أوجه تحية حق الفريق الكويتي اللي مشارك في أولمبياد طوكيو، عندنا بنتين مشاركين هناك، عسى الله يوفقهم، لارا دشتي مضاوي الشمري، الله يوفقهم إن شاء الله. فيعني فعلا المشاركة في مثل هذه المسابقات جدا جدا مهمة. الله يوفقهم. وكذلك معنا رولا دشتي، شفتي حتى محمد استغرب يقول ليش معنا المشاركات فقط. شيخة ليش الشيخة فادية رسالة لازم احتضان المخترعين الشباب؟ بالعكس أنا أقول لك المفروض المعرض يكونون مشتركين معنا يعني نساء ورياعيل، ولكن نفس الجائزة هي حق النساء، فلما صارت جائحة كورونا اضطرينا نروح بالطريقة الافتراضية فما قدرنا نسوي المعرض، وهم هالسنة مع الأوضاع، فإن شاء الله السنة الجاية تكونوا معنا. المسابقة النسائية الحين أنتم من بلشت؟ المسابقة نفسها الجائزة نسائية، ولكن الشبكة كلها لا يعني هي مو بس للنساء، هي هم يعني مثل ما قلت لك المعرض اللي نسويه المفروض سنويا يكونون فيها النساء والرجال. اوكي الله يوفقك. اذا تتكلم عن المجتمع الشيخة نبيلة اخيرا نساء ورجالا، اهمية المسؤولية المجتمعية ودور هالمسابقات في تنمية المجتمع. يعني دور المسابقة هي تساعد، أنا يعني بقول المرأة العربية، لأن إحنا هذا الهدف الصراحة أن نمكن المرأة العربية. أوكي. فهي تساعد المرأة العربية أنها تحقق التقدم في كل المجالات الاقتصادية والتكنولوجية، ويعني هم تبادل الخبرات، وأن إحنا نساعدهم أن يأخذون مشاريعهم ويطورونها ويسوقونها عالمياً. وغير كذي بالنسبة للمجتمع احنا نساعد شباب على البحث العلمي وتطور انفسهم بما يساعدهم يعني اللي يساعدون فيها مجتمعهم وبلدهم، وبالخاص بالوقت الحالي بكورونا نبي ننشر شيء ايجابي على المجتمع، يعني بوقت صار فيه شار كتب اشياء سلبية، يعني نبي نطلع عليهم شيء يساعدهم بالنهاية ويساعدون في مجتمعهم. اذا تسمحوا لي اعطيكم مثال حي، يعني فعلا عقب فوزي مسابقة مين وين وجلوبال وين جت لي اتصال من باحثين وأطباء يبون يتعاونون بحثيا معي على أساس أن نطور من التقنية هذه وندمج التقنية اللي عندي بالتقنية اللي عندهم ونطور شيء يكون أعظم. ما شاء الله تعاون جدا جميل، بالنهاية تكون الفائدة للجميع. لكن أستاذة خديجية ممكن سؤال اليوم، أنت بعد هذا الاختراع في بالك اختراع شيء ثاني؟ حاليا يعني مركزة على تطوير الاختراع هذا بالذات، وكذلك مشاركة في أبحاث لها علاقة في أدوية بيولوجية أخرى، وكذلك في شوي موضوع يعني بيئي مع هندسة وراثية. ما شاء الله. إن شاء الله. نعم، إذا نشكرك الشيخة نبيلة سلمان الحمود الصباح، وكذلك الأستاذة خديجة رفاعي، شكرا جزيلا لكم وبالتوفيق إن شاء الله يا رب دائما. الحين عندنا محمد فاصل نروح فاصل، عندنا إنجاز جديد. يلا خلينا نشوف.